لقاءات ثنائية للرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الأفريقية على هامش اجتماعات بنك التنمية الأفريقي. الرئيس السيسي يدعو المؤسسات التمويلية الدولية لمراجعة معايير وشروط حصول الدول على قروض ميسرة. تواصل ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، ولجنة صناعة توصي بالتركيز على الحلول العادلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عزم مصري راسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية. وفي هذا الإطار تأتي استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية كدليل على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة المصرية بكل ما يخص القارة الإفريقية من تحديات. إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ، التقى الرئيس السيسي عددا من قادة الدول والمؤسسات الأفريقية، وتناولت اللقاءات سبل دفع العلاقات الثنائية إضافة إلى أهم الملفات على الساحة الأفريقية. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ تحت شعار تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الافتتاح شهد مشاركة عدد من السادة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وقد ألقى السيد الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الإفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الإفريقية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. كما أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الإفريقية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس التقى على هامش الاجتماعات بالرئيس عثمان غزالي رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي،
حيث ناقش الرئيسان جهود الاتحاد الإفريقي في تعزيز الاستقرار والتنمية وتسوية النزاعات ومواجهة آثار التغيرات المناخية في إفريقيا، فضلاً عن التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وجزر القمر. كما التقى السيد الرئيس مع الرئيس إميرسون مانانا غاغوا رئيس زيمبابوي، حيث بحث الرئيسان كيفية تفعيل أطر التعاون الثنائي بين الدولتين الشقيقتين. والتقى أيضا السيد الرئيس مع رئيس وزراء بوروندي جيرفي نادير أكوبوكو، حيث تم التطرق إلى الملفات الإفريقية المطروحة على الساحة وتأكيد مواصلة جهود الدولتين لتعزيز آليات التعاون الثنائي في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بينهما. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس التقى كذلك مع كل من السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. والسيد ناردوس بيكلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية نيباد، والسيدة تشالشي كابوي بوي الأمين العام لمنظمة الكوميسا، حيث ركزت اللقاءات على بحث سبل تدعيم عمل وفعالية أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالاته ومنظماته ودفع جهودها لتحقيق وحماية مصالح الشعوب الإفريقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاجة اقتصادات الدول الإفريقية إلى حلول تمويلية لمواجهة تحديات تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ. لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي. ونذكر منها على سبيل المثال للحصر 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. كما أكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية، ودعا الرئيس السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر
في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. قال الرئيس السيسي إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية أن الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نموا، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وتشير التقديرات لأن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التموالية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030. كما أكد الرئيس السيسي أن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تولي اهتماما بالغا بالبعد البيئي في مشروعاتها التنموية. إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً بالغاً بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية. ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مع طرح أجندة واضحة وفقاً لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. We'll be right back.
توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، وشارك في الافتتاح عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. تطلعنا رامي على تفاصيل المشهد لديك. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ مع انطلاق أول أيام فعاليات وجلسات الاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك إفريقيا للتنمية وأيضا 49 لمحافظي هذه البنوك الممثلة للدول سواء الإقليمية أو غير الإقليمية. وجاءت الجلسة الافتتاحية اليوم بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرض خلال هذه الجلسة فيلم تسجيلي تناول أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية من التلوث والتغير المناخي وأيضا التوجه نحو الاقتصاد الأخضر. ثم تلت هذه الجلسة جلسة أخرى مهمة ومائدة مستديرة على المستوى الرئاسي رفيع المستوى بمشاركة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تحدث أنه آن الأوان للاتحاد والتعاون وأيضا الحشد والتعبئة الخاصة بتمويل القطاع الخاص وأيضا التمويل المختلط نحو مواجهة الكثير من التحديات الإفريقية وأيضا النهوض بالقارة الإفريقية من خلال مواجهة العديد من الأزمات والمشكلات والتحديات، ومنها أيضا التلوث والتغير المناخي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة كافة البلدان الإفريقية في هذه الحلول. وأيضا خلال هذه الجلسات والموائد المستديرة التي تقام على هامش هذا الاجتماع السنوي، هناك أيضا عدد من الموائد المستديرة الخاصة بمنتدى إفريقيا للاستثمار والتي تعمل على طرح الكثير من الفرص لجذب المستثمرين والتنمويين وكل من يهتم بالاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر من الأكاديميين وأيضا من المصرفيين والكثير من خبراء الاقتصاد والمالية خاصة في هذا المجال. وإذا تحدثنا أيضا على هامش هذا الاجتماع، تم تخصيص وتحديد أيام السوق الخاصة بعرض الأفكار وفرص الاستثمار الخاصة بإفريقيا من 8 وحتى 10 من نوفمبر المقبل. ويأتي هذا الاجتماع في هذا العام من مدينة شرم الشيخ من مصر تحت عنوان كبير وعريض، وهو حشد وتعبئة التمويل الخاص من أجل المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بإفريقيا. وأيضا تشارك مصر وتنظم في هذا الاجتماع العديد من الأحداث وأيضا المناسبات المهمة سواء في الحضور الجلسات أو من خلال التنظيم والمشاركة الكبيرة والفعالة. ونتحدث عن حدثين مهمين تشارك فيهم مصر، حدث خاص بتكنولوجيا المالية والدور الكبير في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأيضا إذا تحدثنا عن الحشد والتعبئة الخاصة بتمويل القطاع الخاص وأيضا الحشد والتعبئة الخاصة بالتمويل المختلط في الدول الناشئة. هذه من الأحداث المهمة التي تشارك فيها مصر وتنظمها خلال هذا الاجتماع السنوي المهم والذي يأتي تحت عنوان كبير وعريض خاص بالحشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ
والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بإفريقيا، والذي يستمر من 22 وحتى 26 من مايو الجاري. هذه هي إطلالة على ما حدث خلال هذا اليوم الأول من أحداث وفعاليات، وإليكم الكلمة. في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ، قال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الدول الإفريقية ليست بحاجة لقروض مرتفعة التكلفة، مضيفا أن دول القارة تحتاج إلى الاستثمارات المباشرة وتمويل منخفض التكلفة. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دولة القارة الأفريقية، دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة. كما أكد محافظ البنك المركزي أن البنك الإفريقي للتنمية يدعم دول القارة لمواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته للمشروعات الصديقة للبيئة. ولعلكم تشاركونني الرأي في أن تحقيق الطموحات التنموية إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن للبنك الإفريقي للتنمية الدخول بقوة في مبادرات إقليمية أو قارية. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ. البنك بيضمن عدد من الدول الأفريقية وكل الدول الأفريقية في تأمين تمويل ميسر، ويمكن هو ذكر النموذج المصري في تأمين أن احنا ندخل بنعمل سندات الباندا، وإن البنك بيقدر إن هو بيضمن مصر في هذا الشأن. أعتقد دي تجربة شديدة الأهمية. وأيضا دخول البنك بقوة في دعم العديد من المبادرات الوطنية اللي بتقوم هذه الدول دول أفريقيا بتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها على الأخص مشروع يمكن يعتبر نموذج إحنا بدأنا نطبقه بعد مؤتمر الكوب 27، وهو منصة نوفي والخاصة بالتركيز على مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتولي البنك التنمية الأفريقي مساعدة مصر في تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج. أعتقد ده أيضا نموذج ناجح يستطيع البنك التنمية الأفريقي أن يكرره، أن يحول مثل هذه المبادرات إلى أن تكون مبادرة إقليمية أو مبادرة قارية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن البنك الأفريقي للتنمية يضمن طرح أول إصدار بإفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصينية. جاء ذلك خلال كلمة مدبولي خلال إحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ. أفريقيا تحتاج حجم هائل من التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاومة التغيرات المناخية. بنتكلم عن 3 تريليون دولار لتحقيق موضوع التعامل مع المتغيرات المناخية، تغيرات مناخية، وأيضا أهداف التنمية المستدامة للعشر سنوات القادمة. ده بالإضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية. وبالتالي في اعتقادي أن نأتي هنا إلى دور البنك التنمية الأفريقي، واعتقد ان بنك التنمية الافريقي كل دول افريقيا بتنظر اليه الى انه الذراع القوي الذي يمثل هذه القارة، الذي من شأنه ان يسهم في دفع عجلة التنمية في كل هذه الدول. ولكن خلينا نعترف ان لا يمكن هذا البنك لوحده، وبحجم التداعيات المطلوبة من كل الدول الافريقية، ان يستطيع لوحده ان يمول كل مشروعات التنمية. ولكن اعتقد
أن هذا البنك بقدراته الهائلة وإمكانياته يستطيع أن يلعب دور مهم جدا في تحقيق الشراكة مع باقي مؤسسات التمويل الدولية في الخروج ببرامج ومبادرات جديدة تخدم دول القارة الأفريقية. على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر مريم بنت علي بن ناصر المسند. وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الأخوة وأواصر التعاون التي تربط مصر وقطر، معربا عن اعتزازه بالزيارة التي أجراها للدوحة مؤخرا على رأس وفد وزاري لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وتناول اللقاء استعراض ملفات التعاون بين الوزارتين المصرية والقطرية بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا خلال مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ. خلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء دعم مصر الكامل للعمليات السياسية في أفريقيا الوسطى، مستعرضا جهود مصر في دعم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا الوسطى. كما أعرب مدبولي عن ترحيبه بزيادة التعاون مع أفريقيا الوسطى في المجال الصحي وكذلك علاقات التعاون في مجالات الزراعة والتعليم والطب وغيرها. أشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا والتي تمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب، لا سيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريري من جانب تحالف شركات مصرية. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي الدكتور فيليب أمبانغو نائب رئيس تنزانيا، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. ومن جانبه أكد نائب رئيس تنزانيا تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الشركات المصرية في بلاده. كما التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ. خلال اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق. كما طرح مدبولي إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال في مجال استيراد الثروة الحيوانية. ومن جانبه أعرب رئيس وزراء الصومال عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصري للصومال عبر التاريخ، مؤكدا أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم في تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. انطلقت اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، حيث تعقد 4 جلسات تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة. وشدد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الصناعة أهمية الخروج باستراتيجية جديدة، وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود خلال كلمته في الجلسة على أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة
المشورة الاستيرادية، كما تناقش لجنة الاستثمار الخاصة المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات. وأكد المشاركون في الجلسة الأولى من جلسات لجنة الاستثمار الخاصة أن مصر لديها فرصا استثمارية في كافة المجالات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني موفد التلفزيون المصري رجائي رمزي. بعد التحية إليك الكلمة. أهلا بكم مشاهدينا. رصد وتلخيص لوقائع وفعاليات اليوم الخامس من الحوار الوطني الذي تم تخصيصه لمناقشة المحور الاقتصادي. في الواقع هناك ملفين تصدر المشهد اليوم. الملف الأول كان يعنى بالاستثمار وتحديات الاستثمار، سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي. الملف الآخر هو الذي كان يعنى بالصناعة في ضوء محددين رئيسيين، وهما رؤية مصر 2030 وأيضا الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تم التوقيع عليها. في هذا المحور الخاص بالصناعة كان هناك يعني شبه اتفاق وشبه إجماع من قبل الحضور على بعض من النقاط الخاصة بأسباب تراجع إسهام الصناعة في مجمل الاقتصاد. المستهدف من هذا القطاع أن يسهم قطاع الصناعة بما نسبته من 30 إلى 35% من الناتج المحلي. أيضا كان هناك يعني شبه إجماع على ضرورة مجابهة التحديات الخاصة بتوطين الصناعة. كان هناك شبه إجماع من قبل المتحدثين على خطورة التباطؤ في الإنتاج، أيضا أهمية تواجد المصري في سلاسل الإمداد والتموين الدولية. إذا ما تحدثنا عن الملف الآخر الخاص بالاستثمارات وتحديات الاستثمارات التي تواجه المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، كان هناك يعني شبه إجماع وتوافق على ضرورة تعديل وتحديث التشريعات الخاصة بالمستثمرين بما يشجع المستثمر الأجنبي والمستثمر المحلي. كان أيضا هناك ضرورة بالحديث عن استراتيجية، هذه الاستراتيجية تكون متكاملة شاملة خاصة بالاستثمارات في ضوء محددات رئيسية مثل المحدد الخاص بالتنافسية، الحيادية، أيضا التكاملية والحياد التنافسي. أيضا كان هناك يعني أفكار تعنى بالتركيز على ريادة الأعمال، و بالطبع تصدرت مشكلة الخاصة بالعملة، سواء توفرها سواء ثبات سعر صرفها. محور الحديث جدير بالذكر أن الجانب الخاص بالاستثمارات يعني من المستهدف أن يمثل هذا الجانب ما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي. كان هذا مشاهدينا هو ملخص سريع لفعاليات ووقائع اليوم الخامس من المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، بمشاركة كبيرة جدا وفاعلة جدا من كل الأطياف وخاصة المكون الخاص برجال الأعمال. شكرا لكم. شارك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ في أولى الجلسات النقاشية للجنة الصناعة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر. وقام أعضاء مبادرة إبدأ بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول التحديات التي تواجه الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليا وعالميا، لوضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هم توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل.
أكد عضو حزب الكرامة أحمد شرف أنه تم تقديم خلال جلسات اليوم في الحوار الوطني مقترحات متعلقة بإجراءات التقاضي بالمحكمة الاقتصادية. وأضاف شرف خلال لقاء مع التلفزيون المصري أنه تم تقديم أفكار أيضا متعلقة بزيادة نسبة التصدير. احنا مقدمين حاجات ليها علاقة بإجراءات التقاضي بالمحكمة الاقتصادية، مقدمين أفكار ليها علاقة بال يعني زيادة نسبة التصدير في لجنة الصناعة، مقدمين حلول لها علاقة بتخصيص الأراضي بالمشاكل اللي بتواجه المصانع. يعني في أفكار كبيرة جدا بيتم طرحها داخل الجلسات ويتم عرض الأمانة، وأتمنى أنه ياخد فرصة في الإعلام بصورة أكبر أن يتم طرح وجهات النظر كلها. وأكد رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين طارق درويش أكد أن أهم النقاط المطروحة اليوم كانت كيفية جذب المستثمر المحلي والأجنبي. أهم النقاط المطروحة النهاردة كيفية جذب المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وإزاي القضاء على البيروقراطية والروتين، وإزاي نوصل بمخرجات جديدة وقرارات جديدة تزيد وتضيف من معدلات الاستثمار المحلي، وإيه هي الإعفاءات اللي ممكن نقدمها للمستثمر المحلي، وإيه هي الموضوعات اللي ممكن نناقشها بحيث إن إحنا يكون فيه اهتمامات في كافة المجالات عن طريق الاستثمار في مجالات الزراعة مثلا، الاستثمار في مجالات الطاقة والاستكشافات البترولية، الاستكشافات توطين الصناعة ومزيد من الانتاج. دي كلها الحل اللي احنا ندي اعفاءات وندي حوافز اضافية للمستثمر سواء كان محلي او اجنبي. شدد أحمد بلال عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالتوسع في المشروعات الصغيرة، وذلك من أجل تعميق الصناعة المصرية. من أجل تعميق الصناعة المصرية لابد من الاهتمام والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ده من خلال إيه؟ من خلال البنود الجمركية اللي بالفعل أعدتها هيئة التنمية الصناعية، أعدت مئات بل آلاف البنود الجمركية التي يمكن تصنيعها محليا والتي يمكن الاستغناء عن استيرادها تماما يعني. وده معناه أن أنت بتقلل لي من فاتورة الاستيراد، وانت بتخلي المواطن يعتمد على المنتج المحلي، بل بالعكس ان هذا المنتج المحلي يكون مؤهل للتصدير. التوسع في هذه المشروعات من شأنه ان هو يشجع الصناعة، لانه بيخلي المنتج المحلي مش محتاج لمنتجات من برة علشان يجمعها، بل بالعكس بيكون كل المنتج عنده يقدر يصنعه بشكل كامل، وده في النهاية هيخفف الاسعار، هيخلي المواطن في مستوى معيشة اعلى، هيقلل العجز التجاري، ده في النهاية هيعود على الاقتصاد المصري كله. قال أمين شباب حزب الاتحاد عماد سلامة، قال إنه تم طرح أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الداخلي بمصر والتي تساهم في نمو الاستثمار من عدمه. وأشار سلامة خلال لقاء مع التلفزيون المصري إلى أنه تم استعراض بعض التوصيات التي تساهم في إيجاد تربة خصبة للاستثمار. تم طرح عدة أبرز التحديات اللي بتقابل الاستثمار الداخلي في مصر واللي بتساهم في نمو الاستثمار من عدم، وبعض التوصيات اللي طرحها بعض السادة الحضور اللي تساهم في ان احنا نطلع بتربة خصبة للاستثمار الداخلي. وكان من ضمن الكلام اللي اتقال النهاردة ان المستثمر دايما محتاج انه يبقى عنده طمأنينة، عنده حوافز، عنده راحة داخلية، ما يبقاش بيقابله اي كسور تشريعية او اي مشاكل داخلية. ده بيحصل عن طريق ان هو يكون النهاردة في خريطة استثمارية موجودة بتدي فترات زمنية محددة، ما يبقاش فيها تعديلات تشريعية مستمرة، ما يبقاش عنده كل شوية تخوف من مشاكل ما متعلقة سواء بتشريع داخلي أو بالتوصيات التنفيذية أو بإجراءات تنفيذية. الأمور دي كلها متعلقة أننا النهاردة ما يبقاش كل شوية عنده ضرائب فرض ضرائب تصاعدية بشكل ما أو يحصل له تخوفات. كل ده الأمور دي كلها اللي بتساعد على نمو الاستثمار الداخلي. قالت هدى يسا رئيسة اتحاد المستثمرات العرب إنه يوجد قصور في التسويق الاحترافي للصناعة المصرية. وفي لقاء مع التلفزيون المصري شددت هدى يسا على ضرورة التسويق لمصر وللصناعة والسياحة. أهم الحلول أهمية وضرورة أول حاجة التكتلات ثم مثلث النجاح. التكتلات بمعنى إحنا صناع شاطرين، إحنا في قطاع الصناعة متميزين،
ما شاء الله بننافس الصناعات العالمية، لكن عندنا قصور في حتة صغيرة وهي التسويق الاحترافي. احنا محتاجين تسويق لبلدنا، تسويق للصناعة، تسويق للسياحة، تسويق لكافة الفرص التصديرية اللي موجودة، تسويق خدمات، تسويق أشياء كتيرة جدا احنا متميزين بها، ودي بتنقصنا إلى حد ما. النهاردة القارة الأفريقية أولا بيثقوا فينا ومحتاجين لنا، واحنا محتاجين لهم في العديد. أولا عندهم ما شاء الله عندهم خامات أولية، عندهم مصادر كتيرة جدا لمواد خام احنا فعلا في احتياج لها والعالم كله محتاج لها، فاحنا ممكن تبقى علاقة تبادلية بيننا وبينهم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية، يعني تطلعنا على أهم ما رصدته من ملاحظات ونقاشات دارت اليوم في جلسات الحوار الوطني. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل منذ صباح اليوم بدأت الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي، وتم التركيز بالطبع في هذا اليوم على قضيتين رئيسيتين، وهم كيفية التعامل مع الصناعة ومدى يعني اضمئلال أو تقليل مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. هذه نقطة. النقطة الأخرى كانت متعلقة أيضا بالاستثمار الخاص وجذب الاستثمار المحلي ومدى ارتباطه بالاستثمار الأجنبي. الحديث على مدار اليوم إذا ربطنا ما بين القضيتين يتعلق بالتسهيل فيما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين المحليين، مما يؤدي أو يجعلهم مؤشر كبيئة خصبة. إذا نجح هذا المستثمر المحلي فهو مؤشر ومقياس للمستثمر الأجنبي ليأتي ويضع استثماراته المتنوعة داخل الأراضي المصرية. هذه نقطة. إذا ربطنا هذه النقطة بالصناعة فهو يتعلق بتوطين الصناعة المصرية، مما يساعد على الصادرات المصرية، والهيئة الصادرات المصرية كانت متواجدة بالطبع اليوم، ما يقلل أيضا من عملية الاستيراد، وهو أيضا مرتبط بفكرة الاستثمار الزائد وزيادة العملة الصعبة. ولكن هناك العديد من التحديات التي تم ذكرها داخل اليوم، منها التشريعات والقوانين التي من الممكن أن تعرقل هذه الاستثمارات، بعض البيروقراطية الورقية المعتادة التي كانت ممكن أيضا أن تعطل هذه الاستثمارات. تم وضع حلول، منها تم الإشادة أيضا بمجلس أعلى للاستثمار والقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها. تم اتخاذ 22 قرار بالفعل، منها تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين، تسهيل أيضا دفع المقدمات الخاصة بالمستثمرين للحصول على هذه الأراضي، تقليل الضرائب، وأيضا يعني وضع إعطاء المستثمرين عدد من السنوات تصل لعشر سنوات في بعض الأحيان فيما يتعلق بدفع هذه الضرائب أو تأجيل هذه الضرائب حتى يستطيع المستثمر أن ينمو بهذه الاستثمارات. نعم. المختلفة. يعني تم اقتراح بعض التوصيات في آخر اليوم في اللجان الأخيرة. تم انتهاء بالفعل اللجنة الخاصة بالصناعة، أما لجنة الاستثمار الخاص ما زالت يعني مستمرة وعلى وشك أن تنتهي. ولكن التوصيات التي خرجوا بها تقريبا من أهمها وضع استراتيجية، وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها دور في هذه التوصيات، وضع استراتيجية يعني اقتصادية عامة يتم تحديد فيها النمط الخاص بالدولة، سواء كان نمط صناعي أو زراعي أو نوع الاستثمار الأنسب للدولة المصرية. هذه الاستراتيجية لمدة 10 سنوات يتم تحديد فيها معالم للتشريعات والتأكيد على عدم تغيير هذه التشريعات والقوانين، مما يطمئن المستثمر ليمشي على مسار واحد لمدة 10 سنوات. بجانب هذه أيضا التوصيات، كان هناك اتفاق بشكل أو بآخر على أهمية الإسراع في آليات تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآليات تطبيق سريعة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مما يسهل أيضا عملية جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل أيضا الاستثمار المحلي، والذي هو كما ذكرنا من قبل بيئة خصبة أو مؤشر مقياس للمستثمر الأجنبي. والجزء الأخير في التوصيات كان أن وضع مؤشرات أو لجنة لتحديد المقاييس والمؤشرات الاقتصادية المتنوعة داخل البلد ليتم عرضها بشكل دوري بطبع للمستثمرين بشكل عام، سواء كانوا أجانب أو محليين. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس على هذا العرض الوافي لما تم في جلسات اليوم في مؤتمر الحوار الوطني المحور الاقتصادي.
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أحمد سمير أن ملف الاستثمار من أهم الملفات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني، وخلال حوار مع التلفزيون المصري شدد سمير على أن الاستثمار يدفع عجلة الاقتصاد بشكل كبير في التقدم. الواقع الاستثماري وملف الاستثمار من أهم الملفات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني، لأن النهاردة الاستثمار بيدفع عجلة الاقتصاد بشكل كبير جدا في التقدم. الواقع يقول أن مصر تحتاج في هذا الملف إلى العديد من النقاط التي تحل الواقع الذي قد يكون في ظل تنافسية الدول يحتاج إلى تعديلات كثيرة جدا، خاصة أن الاستثمار وضعه تغير وأصبح هناك تنافس ما بين الدول على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل كبير في ظل أزمة اقتصادية شديدة. شهد الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر لعدة أيام. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات. ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته. كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطارئة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات، مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنسيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة. كما ناقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالي العالي والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام. حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة. في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالتدريب لرفع قدرات العنصر البشري، نظمت الوزارة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضباط والضابطات المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. بهدف إعداد رجال شرطة ملتزمون بالقيم الأخلاقية والإنسانية في مهامهم وتعاملاتهم وفقا للمعايير الإنسانية، فقد نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية والسفارة الأسبانية بالقاهرة دورتين تدريبيتين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة لطالبات كلية الشرطة وعدد من الضابطات والضباط المعنيين بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان. Considero que ha sido una actividad muy muy beneficiosa tanto para la policía española como para la policía egipcia y creo que han sido unas jornadas que han sido un verdadero éxito.
que deberíamos repetir y deberíamos fomentar para continuar mejorando la lucha contra la violencia de género. Nada, agradecer estas jornadas aquí realizadas en El Cairo, en Egipto. Han sido, tanto para mí como para mi compañero, un auténtico éxito. Hemos aprendido mucho, creo que hemos dado nuestra visión española sobre la violencia contra la mujer. برامج الدورتين تضمنت عدة محاور، في مقدمتها التعريف بالإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، ودور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة، إضافة إلى عدد من المحاور ذات الصلة والتي تسهم في صقل مهارات العناصر الشرطية العاملة في هذا المجال. وتهدف هاتان الدورتان إلى الارتقاء بقدرات العناصر الشرطية والاستفادة من الخبرات الدولية والأممية للتعامل الاحترافي والإنساني في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، ليتمكنوا من أداء مهامهم بصورة احترافية. لذا تواصل الوزارة تنظيم العديد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والأممية. والآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة، والتفاصيل مع شروق عماد الدين. تفضلي شروق. أهلا إلهام، أهلا سارة، أهلا بحضراتكم في جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. انطلقت فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جلسته الرابعة تحت عنوان التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وناقش المنتدى أهمية السياسات اللازمة للمزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة على عدد من الأصعدة بما يشمل البيئة التشريعية والتنظيمية وسياسات التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال والنفاذ للتمويل. يأتي ذلك في ضوء التقديرات الدولية التي تفيد بأن زيادة مستويات مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل إلى المستويات المماثلة للذكور من شأنه تحقيق الاقتصاد المصري لمكاسب اقتصادية تقدر بنحو 34% من الناتج المحلي الإجمالي. شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع اتحاد الغرف التجارية البولندية المنعقد في العاصمة وارسو بتنسيق السفارة المصرية في بولندا ومكتب التمثيل التجاري وبحضور شركات بولندية عاملة في قطاعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر. وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن تلك المشاركة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الهيئة والشركاء في مختلف دول العالم، واستكمالا للجهود الترويجية للهيئة ضمن استراتيجيتها الهادفة لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، خاصة قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. تبذل الحكومة جهودا كبيرة لدعم زراعة القمح مع تقديم تسهيلة للمزارعين لتحقيق أعلى إنتاجية. وفي محافظة الوادي الجديد انتظمت أعمال توريد القمح للصوامع من خلال لجان استلام القمح من التجار والمزارعين، حيث بلغت المساحات المزرعة بالقمح في الوادي الجديد هذا الموسم نحو 436,505 أفدنة. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات تقلص وسط زيادة الإمدادات وموسمية في الطلب على البنزين، وتراجع إنتاج دول تحالف أوبك بلس، وهو ما تجاوز تأثير قلق المستثمرين حيال تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% لتصل إلى 76.56 دولار للبرميل. كما ارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليسجل 72.47 دولار. ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 88% لتصل إلى 2.37 دولار للتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 51% لتسجل 2.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أغلقت البورصات الخليجية منخفضة متقفية أثر الأسواق العالمية مع تأثر المعنويات بتقلبات أسعار الطاقة وأزمة سقف الدين العام بالولايات المتحدة. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.5% مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط جميع أسهم المؤسسات المالية. كما أغلق المؤشر في بورصة دبي منخفضا 0.5%، بينما هبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.4%، في حين انخفضت الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي ليخسر المؤشر 0.3%. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم في نشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما إلهام وسارة. شكرا لك شروق على هذا العرض. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين. لقاءات ثنائية للرئيس السيسي مع عدد من قادة الدول والمؤسسات الإفريقية على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي. الرئيس السيسي يدعو المؤسسات التمويلية الدولية لمراجعة معايير وشروط حصول الدول على قروض ميسرة. تواصل ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ولجنة الصناعة توصي بالتركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية. نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.